السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ في البداية تقول الله صل على النبي، اللهم صل وسلم عليك يا نبي. طب في المقطع هذا حوضح لكم كيف تقدر تجيبوا البخاخ هذا مجانا. ترى فيه ثلاثة هدايا مجانية، بس ما احنا عارفين نظامها كيف. هذه أول هدية أنا هشرح عنها. هذه الهدية عشان تاخذها نظامها نفس نظام هدايا تويتش. كل المطلوب منك تدخل تتفرج بث لمدة 20 دقيقة في تويتش، هتاخذ الهدية هذه مجانا. أنا كنت مستعد أحط صورة وأنزلها عندي في المشاركة وأقول لك أدخل أتفرج بث تويتش هتاخذ الهدية هذه. بس في الملاحظة مرة مهمة هي اللي خلتنا نسوي المقطع هذا. ايش مسوين؟ في رابط اول ما تدخل عليه، انا احط لكم اياه اسفل الفيديو، اول ما تدخل عليه هيفك لك ثلاثة او اربع بثوث مباشرة. اتفرج ايه بتعجبك منهم. هتاخذ الهدية هذه مجانا. اتفرج البث اهم شيء لمدة 20 دقيقة. بعد ما تغلق البث فعل الهدية وادخل تشوفها في اللعبة على طول. اللي ما يعرف يفعل الهدية انا احط لك رابط اسفل الفيديو. هكتب عليه كيف تقدر تفعل هدايا تويتش عشان تعرفها، اوكي؟ واذا جاءت الهدايا الثانيه حنزل عنها صوره في المشاركه وفي الديسكورد عشان تعرف انه في هديه ثانيه فتدخل تتفرج وتاخذها. طيب اذا انت جيت اليوم الثاني ودخلت على الرابط ولقيت ما في بث مباشر، مش مشكله، جرب اليوم اللي بعده واليوم اللي بعده عادي، لانه عندك من 2 نوفمبر الى 9 نوفمبر الهديه هذه موجوده. تمام؟ كده وصلنا لنهاية مقطعنا. أتمنى أي شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي، ولا تنسى تفعيل زر الجرس، ولا تنسى استخدام كود الايتم شوب X2X2، وأهم شيء لا تنسى تدعم المقطع بلايك. وإذا عنده أي واحد أي أسئلة أو أي ملاحظات ارسل لي في التعليقات أو في الديسكورد، هختمه باللي أقدر عليه، وإن شاء الله نتقابل في مقطع آخر، وفي أمان الله.